رجعنا لكم مشاهدينا من جديد وبنقدم لكم فقرة جدا مميزة، حيث تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة في المشاركة في جميع المسابقات العالمية، وتمثل الدولة نخبة من مواطنيها المتميزين الذين يمثلونها أفضل تمثيل في العديد من المحافل. اليوم مشاهدينا بنسلط الضوء على مشاركة الدولة في المسابقة العالمية لمنظمة الباما العالمية للحساب الديني، وتشرفنا اليوم في الاستوديو الأستاذة رانيا الملاح ممثلة دولة الإمارات في منظمة الباما العالمية، ومعها بعض المشاركين في البعثة علي العضيدي وعلي الضو ومحمود معمو. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير، كيف الحال؟ صباح النور، أهلا وسهلا. بدأت أستاذة رانيا تعرفينا أكثر على منظمة الباما العالمية والمسابقة اللي شاركتوا فيها. منظمة الباما العالمية هي منظمة عالمية للحساب الذهني، بشارك فيها معظم دول العالم. لحد الآن 24 دولة مختلفة من كل دول العالم تشارك سنوياً في مسابقة عالمية. كل دولة بتجيب النخبة من طلابها بتمثل البلد ثقافياً وعلمياً في الحساب الذهني. تعقد المسابقة خلال 13 دقيقة، بيعطوا الأولاد فيها تقريباً 190 عملية حسابية. هاي الأولاد تقسم إلى فئات عمرية حسب الأعمار، وبالتالي تقسم إلى نوعية المسائل اللي راح يتسابقوا فيها. بعد هيك يكرم الطلاب ويقسموا إلى خمس فئات، اللي هي تشامبيون وتشامبيون أوف تشامبيون، بطل وبطل الأبطال، والفائز الأول والثاني والثالث. إحنا فريقنا لهذه السنة كانت المسابقة طبعا منافسة جدا قوية، كانت بتحوي 22 دولة، كل دول آسيا كانت مشاركة. خلينا نحكي هم أكبر منافس يعني عادة في الحساب الذهني. كانت كندا، أستراليا، أمريكا، اليابان، تايوان، أندونيسيا، ماليزيا، هونغ كونغ، الصين، تايوان، تايلاند، إيران، العراق. من الدول العربية كانت مشاركة السعودية، لبنان، الأردن، فلسطين، ودولة الإمارات العربية المتحدة. كان بحدود 800 طالب. ما شاء الله. تقريبا كل دولة جايبة يعني خلينا نحكي لحد 55 مشارك. المسابقة يعني كانت عبارة عن ملحمة في الحساب الذهني. الحمد لله طلابنا حصلوا على المقعد الثالث، وزي ما حكيت المسابقة هي مش بس تمثيل علمي، هي تمثيل فعلا ثقافي، لأنه كل طالب من طلابنا كان حريص أنه يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة ويقدمها من خلال هدايا كانت توزع على كل المشاركين. حلو. أستاذ رانيا، يعني قبل ما نتحدث مع الأبطال اللي عندنا في الاستوديو، يعني أهمية المشاركة اليوم في هذا المحفل العالمي؟ أهمية المشاركة، أنا بطلع على المشاركة فعلا هي تمثيل للدولة. فأنت بتاخذ النخبة من طلاب الدولة اللي بتشتغل عليهم فعلا لحتى ينافسوا النخبة من جميع دول العالم، بحيث أنهم يمثلوا دولة الإمارات. كمان في كان تمثيل ثقافي. الجميل فيها أنه بتعطي هذول الطلاب الخبرة بأنها تختلط مع باقي الدول العالم، وأنها تعبر عن ثقافة البلد. يعني بينادوا على كل دولة، الدول المشاركة على الستيج دولة دولة. كان معنا كمان، إحنا 12 مشارك، كان بينهم كمان الشيخ صخر القاسمي، هو اللي دخل ماسك علم الإمارات لما ينادوا على اسم الدولة. حلو. وبس تخلص كل رفع أعلام كل الدول المشاركين من خلال الطلاب، طالب يمثل كل دولة، بتبلش المسابقة من خلال الطلب المشاركين. كان معنا 12 طالب، بتبلش المسابقة هي عبارة عن 7 أوراق، كل ورقة بتحمل 30 عملية حسابية. إذا كانت باستخدام المعداد اللي على الطاولة عندكم بيكون 30 سؤال في 3 دقائق، وإذا كانت منتلي بيكون 30 سؤال في دقيقة. وبعد هيك بيتم التصليح في نفس المحفل نفسه، وفي خلال هذا الوقت كل الطلاب بيمثلوا الدولة. احنا بالنسبة لنا كانت معنا كمان طالبة حكت شعر جميل جدا في دولة الإمارات، عرضت برزنتيشن كامل عن كيف الإمارات قديما وكيف صارت حديثا. جميل. ودعوت عن 7 إمارات، ودعوتهم انها يزوروا البلد ويطلعوا على التقدم الحضاري اللي عندها. جميل. الحين بنسأل المشاركين اللي شاركوا في الفعالية، وين كانت الفعالية؟ علي العضيدي تخبرنا وين كانت الفعالية وكيف توصف شاركتك فيها. كانت تجربة جميلة، لأن تعرفنا على الأصدقاء في الدول العالمي. وكنا نجمع. وين كانت المشاركة علي؟ وين كانت علي؟ في ماليزيا. في ماليزيا. ها، حلو. هذا أنت علي؟ طلع في الصورة علي مبتسم ومستانس علي في
خبرنا علي شو يعني نوعية الأسئلة، شو الأسئلة بشكل عام، شو يعطونكم يعني أو شو يسألونكم، شو يختبرونكم؟ يعني يسألوني عن الضرب و عمليات حسابية يعني معقدة وتجاوبون عليها باستخدام العداد؟ حلو. انزين علي الضو، خبرنا أكثر عن تجربتك وهي التجارب الخارجية وكيف ممكن تساعدك في تطوير مهاراتك. هي الرياضيات هي تساعد بالمدرسة خاصة، وهي يعني تعملك متميز بين غيرك. هي موهبة، واللي بحب الرياضيات لازم يجرب هالشغلة لأنه بعدين بيحسن بيطوره بالمستقبل. حلو. محمود شكلك انت البطل، انت اللي شايل الكوس كلهم، انت اشطر واحد فيهم صح؟ كيف المسابقه محمود، او شو تعلمت من هذه المسابقه يعني من هذه الرحله؟ تعلمت انه لازم نتدرب كثير عشان نفوز الاول. كمان تعلمت انه لازم نحقق حلمنا جميل، عشان يعني ما نخلي حلمنا يروح تحت. صح. نخليه يروح لفوق. والفوز بهالمسابقة يعني معنى جميل جدا، لأنه يعني الرياضيات فيها كتير علم. حلو. والمستقبل كلها راح تكون بالرياضيات. صح. مع أنه أنا أخذت الثالث. ما شاء الله عليك. كل أصدقائي أخذوا الثالث. ما زعلنا ابدا، ما زعلنا ابدا ابدا، اخذنا الثالث، احتفلنا بالمناسبه. صح. رجعنا لهون وشفنا اهالينا وكانوا مستانسين، يعني استقبلوكم بفرح وبهذا الانجاز. واحنا فخورين فيكم في انجازكم هذا، ونتمنى دائما ان الاطفال والشباب دائما يشاركون في هذه المناسبات ويمثلون. طبعا احنا بنشكر تلفزيون الشارقه على هذا التصليم الاعلامي، لانه فعلا الاولاد هذول يعني لما مثلوا البلد وشاركوا النخبه من كل ابطال العالم بحاجه لهذا التشجيع، فالله يجزيكم الخير. بالعكس تستاهلون كل الدعم، ويعني اليوم تمثيلكم لدوله الامارات هذا شيء يسعدنا، ويؤكد اليوم الله يطول بعمرك، ونحن يعني نؤكد ان اليوم بلادنا بلد تسامح، واليوم يعني الجنسيات وتعدد الجنسيات كذلك هم ممثلين للدوله في هذه المحافل، لانهم بالفعل هم متميزين. فاليوم وكذلك هذه رساله محبه، ان اليوم ما شاء الله حتى الاطفال قادرين انهم يعطون ويشاركون في المحافل العالمية. طبعا من أجمل الأشياء ولا مقاطعة. نعم. لحديثك أنه صار كل طالب يفكر شو الإشي المتميز اللي بده ياخده معه حتى ينشر ثقافة الإمارات. يعني كان من الطالبات اللي معنا المتميزة صارت تأخذ الأشياء اليدوية اللي بتمثل دولة الإمارات، كانوا حريصين يوزعوا درهم عام زايد الجديد على كل المشاركين، المكحلة، الأشياء اللي بتمثل الإمارات العربية المتحدة بثقافتها وبحضارتها الجديدة. حلو. زين علي، نبغي تقدرون تطبقون لنا شيء على الهواء ولا في مجال؟ في مجال يلا نبغي نشوف طيب نبلش بعلي، ممكن علي نعطيه قسمه. طبعا ارتجالي، انا بفضل اذا حدا معه موبايل يحسب. اوكي نحسب في الايفون. يلا شو رايك يلا نبلش. نحن انت تكون المحكم اليوم ان شاء الله. خليه هو المحكم، ما ادري هنا المفروض يكون في آلة حاسبة. يلا. لكن ماما مش موجودة. تمام خلاص مش مشكلة. هو يعني ما شاء الله عليهم. انت اسمع الجواب واعطنا وقول، نحن بنعتمد عليك. اوكي يلا نبلش من هون. ممكن نعطي 8412 divide by 4 2103. برافو. صح. نبلش مثلا، شو رايكم نفرجيكم كيف هاي عباره عن آلة حاسبه فعلا. نعم. وممكن يحسب عليها علي، ممكن تحسب لنا على السربن. يلا بسم الله. يس 231 255 512 minus 456. That's it. 542.
برافو عليك يعني ما شاء الله. وانت يا محمود شو بنعطي؟ محمود خلينا نعطيه منتل ولا محكم محكم محمود يلا ما معهم كالكوليتر علي احسب معه حتى نتاكد الجواب صحيح 24 25 خلينا نحكي ماينس 29 52 12 That's it. 84 برافو. ما شاء الله عليهم. استاذ لو تكلمنا اكثر عن خططكم المستقبليه في هذا المجال وكيف ممكن توسعون شريحه الاطفال المشاركين في مثل هذه المسابقات العالميه. طبعا احنا يعني كل توجهنا فعليا البرنامج هذا هو صح رياضيات بس هو تطوير لمهارات الاطفال الدماغيه بيشتغل على المهارات الذهنية عند الطالب وبهيئ الطالب ليكون شخصية متميزة يشرف البلد اللي هو طالع منها. فإحنا كل خططنا فعلا وهدفنا أنه هذا العلم يصل لأكبر شريحة وهي كمان من أهداف المنظمة العالمية يصل لأكبر شريحة من الطلاب لأنها بتبني عقولهم وبتنميها بالطريقة الصحيحة. جميل. الله يوفقكم دائما أستاذة رانيا ويوفق كذلك الشباب الأبطال فخورين فيكم إن شاء الله ونشوفكم المراكز الأولى دائما إن شاء الله. إن شاء الله وهذا هدفهم إنهم هم بيرجعوا المرة الجاي يعني هاي أول يعني من السنين المميز اللي عنا بيرجعوا الطلاب بيرجعوا يشتغلوا للسنة الجاي حتى فعلا نجيبوا مراكز أعلى. الله يحقق لكم إن شاء الله مراتكم. شكرا للأستاذة رانيا الملاح ممثلة دولة الإمارات في منظمة البوم العالمية والمشاركين الأبطال علي العضيدي علي الضو ومحمود معمو الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك. إذا مشاهدينا هنا وصلنا لختام جميع فقرات صباح الشارقة نلقاكم بإذنه تعالى يوم السبت في حلقة جديدة تجمعنا وإياكم. إجازة سعيدة وجميلة للجميع أترككم بحفظ الله ورعايته. مع السلامة مشاهدينا. إجازة نهاية أسبوع سعيدة نلتقي على خير. مع السلامة.